وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد الدكتور محمد مبارك جمعة المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، أكد أن نظام المعادلة المشروطة الجديد سيتيح للمتقدمين الاستفادة من الفرص الوظيفية التي تتوافر لهم وتتطلب المعادلة العلمية. طبعا استحداث هذا النظام يأتي نتيجة طبعا مناقشات معمقة تمت داخل هذه اللجنة. ما سوف يتم الآن مقارنة بالوضع السابق هو أن كل من يتقدم إلى اللجنة الوطنية لطلب المعادلة، المعادلة العلمية للشهادة، سوف يطلب منه توفير الوثائق المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني، وإذا ما استوفى توفير هذه الوثائق سوف يعطى معادلة مشروطة. هذه المعادلة بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية وبقية الأجهزة المختصة في الدولة سوف يتم قبولها بهدف طبعا التقديم لمختلف الوظائف والفرص الوظيفية التي تتاح للمتقدمين. بعد ذلك سوف تقوم اللجنة بالتحقق من سلامة هذه الشهادة عبر الملحقيات الثقافية. إذا ما قارنا هذه الإجراءات بالوضع السابق كانت هذه المعادلة لا تعطى إلى صاحب الطلب إلا بعد التحقق من موثوقية وسلامة الشهادة من الجهة المانحة خارج مملكة البحرين، وفي الواقع هذا الإجراء يستغرق الكثير من الوقت، أحيانا يصل إلى أكثر من سنة. هذا الإجراء الآن الذي يعني سوف يتم من خلاله منح الإفادة أو المعادلة المشروطة سوف يسمح لصاحب الطلب أن يحصل على المعادلة في ظرف أسبوعين، وبالتالي بإمكانه الاستفادة من الفرص الوظيفية التي يعني يحصل عليها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.